اهلا يا اهلا وعدد جديد من مجلتنا الاسبوعيه كان. تعالوا نشوف مع بعض اهم اخبار الاسبوع. الاسبوع الاخير في الانتخابات الكنديه، المنافسه على اخرها بين حزب الليبرال والمحافظين، وفي خبر ان الان دي بي دعا للتحالف مع الليبرال. بدا التصويت الخاص، 2 مليون شاركوا باصواتهم لغايه النهارده. مبروك لكل اللي شارك بصوته، اما اللي لسه ما شاركش فياريت ياخد القرار بسرعه، لان الانتخابات دي مصيريه ولها تاثير كبير على حياتنا. Festival of Arabic Music and Arts. We are ready for the third year. الأوركسترا الكندية العربية في أضخم أعمالها فاما 2019. هتنطلق الأمسيات من 26 أكتوبر ل 10 نوفمبر مع العديد من الحفلات اللي هيحييها كبار الفنانين زي كارول سماحة، نصير شمة، حمزة نمرة وغيرهم. الحفلات كلها هتبقى رائعة، ما تفوتوش فرصة الحضور. هاي لكل اللي بحبوني وحابين يحضروني بكندا، بدي اقول لكم انا كثير سعيده اني رح التقى معكم بحفلتين استثنائيتين. اول وحده بميسيساغا يوم 29 اكتوبر بليفينغ ارت ثياتر، وثاني حفله بموريال بيونيفرسيتي بموريال بسال كلود شامباني يوم 27 اكتوبر. كونوا هنيك لانه رح كونوا حفلات من العمر. لا مكان للكراهية في كندا، كلمات لها معنى كبير قالها محمد الفقيه في إعادة افتتاح مطعم سوفيز بتورونتو. اللي فرحنا كلنا هو تماسك الجالية والمجتمع الكندي اللي برز في موقف الفقيه لما أعاد افتتاح المطعم ومشاركته الإدارة للفترة القادمة. في كندا ما لازم أشخاص خاصة من مجتمعاتنا تخسر شغلها عشان الناس خوفتها، لأنه نحن أول شيء ما بنخاف، وثاني شيء كندا ما بتقبل بهيك، ونحن كمان كمجتمع ما لازم نترك افراد تانيين مو مجتمعنا يقعوا بهالمشاكل ونتركهم لحالهم. غلطوا ولا صح، هاي بنتعامل فيها مشكله تانية بعدين. اول شيء بنوقف مع اولاد جيلتنا، ما بنخلي بزنسهم ينزل، لانه لما واحد فينا ننزل كلنا بننزل. هاي اول شغله. ثاني شيء للمجتمع الكندي بقول له فيه، ما لازم نخلي الكراهيه بحياتها تربح، ولا خليها ما تربح، لازم كلكم تيجوا تساعدوهم، تشتروا من عندهم وتارجون انه ما لحالهم بهالمشكله. الآلاف بدون كهرباء في مانيتوبا، وحاكم المقاطعة بصدد إعلان حالة الطوارئ تجاوباً مع شركة الكهرباء بسبب العاصفة الثلجية اللي قطعت الكهرباء عن أكثر من 50,000 مواطن. نتمنى السلامة للجميع، وخدوا بالكوا الشتاء شكله شادد حلو علينا السنة دي. ومن الحاجات الجميلة في كندا إن أحد أصحاب المطاعم نورث كيلدنن قدم الوجبات الساخنة للناس المحتاجة اللي اتضررت من العاصفة. عريس يسرق بنك عشان يغطي مصاريف فرحه. فولاي تاكسس عريس اتزنق في فلوس الفرح فسرق بنك. الشرطة حطت صورة على السوشيال ميديا، لما خطيبته شافت الصور واجهته واعترف، قالت له لازم يسلم نفسه، وفعلا ده اللي عمله. في حد يعمل مصيبتين في يوم واحد؟ سرقة وجواز. نشوفكم العدد الجاي.